نهر العشار الذي يمر ببيوت الشناشير بمنطقة البصرة القديمة يغلق بأنقاض لتغير صورته من متنفس ومعلم يعكس جمال البصرة وتراثها إلى مكب للنفايات. مواطنون أشاروا إلى أن جهات حكومية أقدمت على غلق النهر بحمولات من الأنقاض فآلت حاله تلك. ذات الساعة ذبت عليها جد باوع، جد ذبت. هنا سوت تلول يا بتلول على هذا. الساتر بس يشيلونه يتبلش كله. كان نهر ممتاز وممنوع الذب به اي فضلات، لان كانت الحكومات السابقه قويه وتغرم وتسجن كل من يذب به شيء، تلقاه نظيف يعني ما ينشرب منه حتى يمه. ولم يكن تاثير الاغلاق بالانقاض مقتصرا على النهر، بل تسبب بانهيار بعض المنازل القريبه منه، فيرسم خارطه جديده وشكلا اخر للبيوتات بعد ان ترك اصحابها دون تعويض. هذا البيت طاح انهدم، ورا صف انهدم البيت، جر سحب طلعت جان علي على اساس يقدرون لهم فلوس يصلحونه لهم، لحد ما كل شيء ماكو، الطوران طرش لهم. ومع انعدام الخبره في اداره مؤسسات الدوله الخدميه وغياب التنسيق فيما بينها، لا سلطة رقابية عليها إلا باستحداث قانون جديد يعالج جميع الإشكالات. مع الأسف أن كل هذه الأعمال لا يراعى فيها مسألة الحفاظ على التراث، وهي لا تراعي مسألة الحفاظ على هذه المعالم من ناحية التنفيذ، لذلك نرى أن هذه المعالم قد تشوهت وتم التجاوز عليها، إذا نحن نحتاج إلى قوانين صارمة. صورة تغيرت من حال إلى حال، نهر العشار وشناشيل البصرة مهملان، فلا الجهات الخدمية تهتم بهما ولا التراثية تحميهما. من مدينة البصرة أيمن الشيخ، الشرقية نيوز.